الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني لهذا العمل. في هذا الجزء هذا غادي نخدم معاكم البريد. بالنسبة للناس اللي ما شافوش الجزء السابق فغادي نتلقاو الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف. المهم دابا غادي نخدم معاكم هذاك البريد اللي في هاد الحصيرة هذه اللي خدمناها. ففي الجزء اللي قبل من هذا كنا حبسنا عند هاد الحد، والآن من بعد ما كملتوا المسافة اللي بغيتوا تديروا فيها العقيق دابا غتخدموا عادي ثلاثة الغرزات وتبقوا غاديين بهم حتى توصلوا للعدد اللي انتوما بغيتوه. أنا غادي نوري لكم شحال العدد اللي درت في الجلابة، وانتوما اللي بغات نفس العدد تخدم به، واللي بغات دير العدد اللي عجبها فكذلك ممكن أنها تستعمله. المهم دابا غتبقاو غاديين عادي غرزه حتى غرزه حتى تكملوا. الان غادي نخدم فوق الثوب. فلاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي نحسبوا. كنبداو من هاد الضربه هذه اللي في الثوب ماشي اللي فيها العقيقه، اللي حداها، اللي حداها هي اللي تتبداو منها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 و 23 هي هذيك اللي فيها العقيقة، هذه هي رقم 23. هنا انا قربت لكم الصورة باش تشوفوا رقم 23 فين جا. هذه طريقة الحساب ديالي. المهم أنا كنخدم بأعداد فردية، فاللي ما بغاتش تدير 23 تقدر تدير أي رقم عجبها، من الأفضل يكون عدد فردي. هنا لاحظوا معايا ما كنحسبش الضربة اللي فيها العقيقة، وكنبدأ من الضربة اللي حداها. 1 2 3 4 5 6 7 8 سعود 10 11. هنا خدمت فقط 11 غرزة في التوب فقط، وغادي دابا نوري. المهم دابا تبداو الخدمة عاوتاني مرة أخرى. فكتركبي العقيقة هذه أول حاجة تديريها وتبتيها، ومن بعد كتكملي عادي جدا. من الافضل في هذه الخدمه هذه باش تجيكم سهله ما تبقاوش حتى تهبطوا، يعني تخدموا الملاقيه كامله من الفوق لتحت عاد ترجعوا ديروا البريد. انا كنت كنخدم غير واحد المسافه مثلا 15 سنتيم ولا 20 سنتيم، وكان ندير المرمى ونصيب البريد عاد نرجع نكمل الخدمه، وكنبقى غاده يعني خدامه وفي نفس الوقت ندير البريد ونرجع نهبط، يعني غير كنزيد واحد شويه وصافي كنعاود رجع نخدم. هالطريقة هذه كتسهل عليك الخدمة. المهم كيف ما قلت لكم هذه الطريقة اللي أنا خدمت بها، وكل وحدة تخدم بالطريقة المناسبة لها. الآن غادي نثبت هاد العقيقة ونضرب واحد ضربة في التوب. لاحظوا معايا مزيان ترجع الخيط الفوق ونخدم في التوب. والآن كتعاودي ترجعي تخدمي في هاد الغرزة الفوقانية، وكذلك كتخدمي فوق التوب. مازال غادي نخدم معاكم إن شاء الله واحد الملاقية قريبة لهادي، حتى هي غورميطة بالعقيق، ولكن عوض هاد الحصيرة غادي نبدلها وغندير خدمة واحدة أخرى. فالآن غنخدم البريد بجوج ديال الالوان. مهم الالوان تقدروا ديروا جوج الالوان ثلاثة، وكذلك تقدروا ديروا غير لون واحد. فاول حاجة كتبتي الخيط في التحت ديال الخدمة، ودابا غادي نطلع البرام من هاد الغرزة هذه. هنا حاولوا انكم تركزوا على الغرازي مزيان حيت هما اللي مهمين، وخا هاد البريد هذا هو اسهل بريد، اسهل واحد هو هذا. المهم كتمشي مع هاد الخط نيشان حتى توصلي للنهايه ديالو وتهبطي البرق، يعني ما فيه لا حساب لا والو، كتمشي غير نيشان وتهبطي. مثلا انا هنا خدمت غير بثلاثه الغرزات، تقدر وحده اخرى تكون دارت خمسه ديال الغرزات نفس الطريقه.
البلاصه اللي تطلعي منها البرا كتمشي نيشان مع هذاك الخط اللي تيكون مرسوم، وكتمشي نيشان وتهبطي البرا يعني في الجهه المقابله. الان غادي نلوي الخيط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، المهم انا درت 13 لفه على البرا. البريد بزاف كيقولوا لي بلي تيجيهم صعيب، هو بحال غادي نقولوا من السهل الممتنع، هو سهل وصعيب في نفس الوقت. اللي تيبغي غير شويه ديال الصبر وشويه ديال الوقت هو اللي تيكون كفيل انك تعلمي البريد. هو ماشي صعيب وماشي سهل في نفس الوقت، فغير حاولوا معاه وسيروا بشويه عليكم حتى تتعلموا، واللي بغى يتعلم شي حاجه راه اكيد غادي يتعلم ليها. الان من بعد ما كملت الشكل الاول كتهبطي عادي لهذيك الغرزه اللي تتكون حدا البلاصه الاولى اللي خدمنا فيها، وكنشوف الراس ديالها المقابل في الفوق وكنهبط فيه البرا. ودابا نعاود نطلع برا من نفس البلاصه فين خدمت اول مره. فمن بعد ما كتطلع البرا بهذا الشكل كتشدي الخيط، الخيط خاصو يكون شويه مرن يعني يكون ساهل في هذا، ماشي يكون الخيط قاصح. المهم هاد الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات، وهنا درت 13 لفه على البرا. العدد ديال اللويات اللي تندير هو عدد مرتبط بالخدمه ديالك. انا مثلا هنا 13 كانت كافيه، تقدري ما تجيكش انتي كافيه او تجيك كثيره او قليله، يعني داكشي كيبقى على حسب، فغتجربي العدد المناسب ليك وتخدمي به. المهم دابا كتهبطي البريد عادي جدا وترجعي تهبطي البرا في نفس البلاصه فين خدمنا في المره الاولى. لاحظوا معايا مزيان، الان غندير واحد البريد صغير هنايا في هذا الراس هذا. هنا ما غتخدميش في هذوك الضربات اللي على الثوب، غطلعي واحد شويه واحد الضربه اللي هي هذاك الخيط اللي كنا كندوروه بالعقيقه، هو هذاك تما كاينه واحد الغرزه غتخدموا فيها وتهبطيها في الجهه اللي فوق. هنا لاحظوا معايا مزيان، هنا كاينه واحد الغريزه صغيره ما تتبانش مزيان، غير حاولوا تركزوا عليها. المهم كتجبدي الخيط بحال هكا الفوق، ودابا نحسب معاكم. لاحظوا معايا، 1 2 3 4 5 6، نعاود 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا درت غير 9 دقات حيت عندي المسافة قليلة، تقدروا ديروا 9 10، كنظن 10 كانت غتكون افضل. المهم بالنسبه للبريد اللي شفتوا معايا في الجلابه ما مخدومش بهذا الحرير، هذا غير الحرير العادي، خدمته بالحرير ديال الطرز الرباطي، هو اللي خدمت به اصلا الجلابه كامله، وحتى البريد حتى هو درته بهذاك الحرير ديال الطرز الرباطي. اما هنا خدمت معاكم غير بالحرير العادي. المهم راه نفس النتيجه، يعني هذاك البريد خاصو يجيك زوين سواء خدمتي بهذاك الحرير او بهذا. بطبيعه الحال الحرير مبروم يعني النتيجه كتكون افضل. لاحظوا معايا كتعاودي تطلعي البرا في نفس البلاصه، هنا حاولوا انكم تطلقوا ليدكم واحد شويه، ما تزيروش ليدكم بزاف، شحال ما زيرتي ليدك شحال ما هذاك البريد حتى هو كيتزير معاك. فخدمت 13 مره، كتجري البرا الفوق وكتبقاي شاده هذوك الخيط لتحت، تهبطي شويه بهذه الطريقه وحاولوا هنا يكونوا عندكم شويه الضفران وهبطوه بضفركم، شحال ما كان عندك هنا الضفران طوال شحال ما مزيان، المهم انا تينفعوني فهاد اللحظه هذه. فاش كتهبطي واخا ضفرك شويه تيضرك الا خدمتي به بزاف يعني واحد المده طويله، ولكن ماشي اشكال، هو تعاونك بزاف في هاد اللحظات هادو. المهم دابا غتكملوا عادي جدا.
فهذا هو الشكل النهائي لهذا العمل. خدموا البريد بجوجة الألوان أو ثلاثة، المهم الرأي كيبقى ديالكم. فشكرا لكل واحدة شافت هذا الفيديو هذا، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد غنخدم معاكم واحد الملاقية تتشبه لهذه، ولكن الاختلاف غير في هذه الحصيرة. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، التعاليق ديالكم زوينين.